القانون بيقول إنه الصيغة الجاي موازي للبي بيكون بدايته مع أو نهايته مع حافة البي من الداخل. طيب هعمل كنترول زد، عفوا هوريك ليه عملت كنترول زد. افترض كان اعمل الصيغة دي كلها جروب عشان اقدر انسخها واقدر احددها بعدين بمنتهى السهولة. هعمل جروب جي ار، هتظهر لي امر جروب عنده علا بقت صيغة واحدة. هاجي بيموف احركها تكون مع حافة البيم. تمام، دي الصيغة بتاعتي، دار اكررها بعدها. هاجي اكررها برضو 15. طيب هتتكرر من وين لوين؟ ده السؤال هنا. اكيد هتتكرر من هنا لحد هنا. ليه؟ لانه ده عبارة عن بيم. ممكن اخليها تتكرر لحد النهاية هنا، لحد الاوفست هنا ممكن، وبعدين اجي اعدل. لكن تفاديا عشان نقدر نعمل السيخ بطريقة سهلة بعدين نقدر نحصره، هوصل لحد هنا. تمام، هاجي هنا هقول له يا اخي اعمل لي برضو ريكتانجولار اري. طيب قبيل قلنا هعمل كلوز اري، قبيل قلنا في حاجة هعمل كنترول زد. تمام، قبيل قلنا في حاجة لازم اعرف المسافة اللي هتتوزع فيها. طيب قلنا هتتوزع من وين لوين، هعمل اسكيب، همسح الصيغة دي خلاص انا محتاج لها، رايت كليك اريس. قلنا الصيغة دي ما فيها مشكلة، دي 62 صيغة كلهم، قلنا 63 هتكون مع حافة البيم. طيب قبيل قلنا لازم نعرف المسافة اللي هتتوزع فيها الصيغة، هقول له دايميشن من هنا لحد نهاية العمود هنا أو نهاية البيم كم؟ قال لي 425. تمام، طوالي أفتح الكالكوليتر سي، أفتح لك مرتين، أقول له يا أخي عندي 425 وزع عليه برضو 15 وينتر. قال لي مفترض تعمل 28 سيخة زائد الستارت 29 سيخة. البوينت 3 ده ما مهم، قلنا يا أخي لما يكون الرقم بعد الفاصل العشرية يساوي 5 أو أكبر من 5 بزيد سيخة زيادة، أو لما يكون أقل يعني بغض النظر عنه. إذا مفترض أكرر السيخة دي كم مرة؟ 29 مرة بالستارت يعني. طيب حاجة أعمل مينيمايز هنا، حاجة أحدد رايت كليك انتر، أمسح الدايميشن خلاص ما عايزه، لازم أتذكر الحياة دي بعدين. حاجة هقول له يا أخي اعمل ريكتانجولار أري، أديني كم عمود؟ 29 عمود، والمسافة تكون 15 والصف واحد بس، بعدين انتر. لاحظ معي السيخ وقف وين؟ وقف هنا. تمام، دي هي الزيرو، دي التلاتات ظهرت المسافة دي، قال لي خد فيها سيخة زيادة، دي مسافة قليلة جدا. فعشان كده اقول شنو، بقوم بحدد السيخ الاخيره وباخدها هنا. تمام، ما في اي مشكله. طيب هعمل انتر. طيب ذكر معي انه هنا في 62 سيخه وهنا في 29 سيخه، الحاجات دي مهمه شديد لازم نتذكرها. طيب هاجي احدد وهقول له فجر اكسبلود عشان اقدر احرك السيخ الاخيره، فجر اكسبلود انتر. اجي احدد كده، هو ده هنا معاه كده، وده برضو وده برضو، واجي اعمل جروب جي ار او اي انتر. طيب كده انا عملت لهم جروب، بعد ما عملت لهم جروب ممكن احركهم، قلنا الفاصلة الاخيرة دي المسافة الصغيرة دي، قلنا السيخة ممكن احركها هنا. تمام، طيب لا القنشة دي بعدين هتكون لتحت، يعني داخلة في شنو؟ في السقف التحت، الحديد السفلي اللي هو في الطبقة السفلية، القنشة هتكون ماشية لفوق داخلة لفوق، يعني هيكون شكلها كده. هعمل لاين، القنشة السفلية الحديد ماشي كده وطالع كده، رايت كليك انتر. وفي العلوية هتكون ماشية كده
وبعدين داخلة كده 10 سم. رايت كليك انتر. تمام، اجي امسح ده، رايت كليك اريس. تمام. طيب مطلوب مني شنو بعد ده؟ مطلوب مني اوزع السيخة دي، اوزع السيخة دي. اول حاجة اعمل لها اكسبلود، اكسبلود انتر. ليه عملت لها اكسبلود؟ لانه هنا بعد ده السيخ هيمشي معي يصل لحد الكفر هنا. تمام، وما ما في قنشة كمان، عشان كده هحدد كده واقول له ان جروب. الحمد لله جروب دي، فك الجروب واجي احدد دي كده. قلنا السيخ الجديد هيكون ما فيه قنشة، عشان كده هقوم احرك ده، احدده واحدد ده معه، ودي برضو. هاجي اقول له شنو اعمل لي، قال لي ما اعمل اكرر. اجي اعمل شنو؟ اشوف المسافة، اعمل لي كده جروب انتر عشان ما احددهم تاني بمنتهى السهولة. طيب اجي اشوف المسافة كم اللي هتوزع فيها السيخ ده من هنا للكفر هنا، 3 متر، 73. رايت كليك انتر. هاجي اقول لك كالكوليتر سي اي 3 متر، 3 متر 73 على بوين 15 مسافة توزيعية انتر. قال لي اعمل لك ما يقارب 25 سيخة زائد الستارت، هتبقى 26 سيخة. طيب 26 سيخة حاجة اعمل شنو؟ هعمل كلوس او مينيمايز واحددها ثاني من جديد، واقول له يا اخي اديني هنا باري ريكتانجولار اري، اقول له يا اخي اديني هنا انا عايز 26 سيخة انتر، وعايز المسافة تكون بوين 15 انتر، وعايز الصفوف تكون صف واحد انتر. طيب وبعدين انتر تاني. لاحظ معايا السيخة الأخيرة مفترض تجيب وين؟ تجيب هنا، عشان هي مغربة فاتت المسافة، فعادي ما في مشكلة. هعمل تفجير واجي اخد اخر سيخة دي مع شنو؟ مع الاوفسيت الـ2 سم. تمام. طيب انا في حاجة نسيتها، هعمل كنترول زد، هعمل كنترول زد، او ما في مشكلة خليها زي ما هي. حاجي الحاجة اللي نسيتها دي هعدلها لكم حسي. حاجة احدد، قلنا ما ننسى هنا عندي 62 وهنا عندي 29 على ما أعتقد، وهنا قلنا 26. طيب ما في مشكلة، حياتي الأرقام دي حاجي أحدد كده وأقول له يا أخي اكسكلو تفجير، دار كل خط على حدة. طيب كده فجرتهم، حاجي أحدد الخط ده كده معاه ده ومعاه ده، وحاجة أقول له حرك بيموف، جيبوا يا أخي من هنا، وقفوا لي وين؟ وقفوا لي مع الوسيط. تمام. طيب كده أنا وقفت الخط ده مع الأوفسيت، والأوفسيت أصلا بعد كده أنا محتاج له، أنا الأوفسيت أصلا ماله ما محتاج له تاني. طيب الخط ده بقى قاعد فوق الأوفسيت ما في مشكلة. طيب الحاجة الغلط شنو؟ قلت أنا نسيتها. طيب الحاجة الغلط قلنا نسيناها، ما في مشكلة ممكن نعدلها عادي. هنعدلها كيف؟ قلنا هنختار اكستند من هنا، وقلنا انه يا اخي السيخ ده مفترض ما يجي فينا، السيخ اللي هنا ده من بعد العمود، بداية من السيخ الجديدة دي، السيخ دي مع حافة العمود دي هتكون فيها قنشة عادي ما في مشكلة، اما بداية من السيخ الجديد ده اللي هيكون براو ده لازم يوصل لحد وين؟ لحد هنا، لحد الكفر الـ2 سم. عشان كده هحدد الـ2 سم بعد ما حددت من هنا اكستند، فعلتها هاجي اجيب في الخط الـ2 سم واجي اقول له يا اخي طول لي ده، وصل لي الخط ده لو عفوا رايت كليك انتر، هقول له يا اخي اكستند ده هو الخط، اقدر اوصل له الخطوط دي، بعدين رايت كليك اجي اختار الخط ده هو ده، ممكن كده طوالي
يوصل الخطوط دي كلها كده. طيب كده وصلت الخطوط كلها. طيب هل زيادة الـ2 سم دي بتفرق؟ ما بتفرق في حاجة، بس كل اللي هعمله انه انا لغيت من السيخة الـ10 متر اللي قلنا بنشيل منها القنش 10 سم، الـ10 سم دي تاني هنا، السيخة دي كانت 9 متر و90، هزيد لها تاني 2 سم هتبقى كم؟ 9 متر و70. احنا قلنا السيخة مقطعينها 10، قلنا السيخة مقطعينها 10، إذا كانت السيخة دي هنا 9 متر و90 تمام، وهي أصلا 10 متر، لما جينا شيلنا منها دي هنا شيلنا منها 10 سنت بقت كم؟ 9 متر و90 بس، مفترض أقطعها 10. طيب هو أنا مصر لسه إنه لازم أقطعها 10. طيب في الحالة دي هعمل شنو؟ هعوض الـ10 سنت دي، هعوضها وين؟ ما قلنا عوضناها أول حاجة في الـ2 سنت الزيادة هنا. طيب يفضل كم؟ يفضل 8 سنت. 8 سنتي دي هاخدها وين؟ هاخدها فوق، هعوضها فوق. إذا حاجة طالع كده فوق، حاجة أحدد السيخة دي أول سيخة، أقول له يا أخي أول سيخة دي مفترض تزيد بمقدار كم؟ 10 سنت. عشان كده هقوم أعمل شنو؟ هقول له يا أخي لاين جديد وبطبقة مختلفة، سنتر دي مثلا. عشان ما أنساها، ده هو الخط، ده هو المفترض تزيده 8 سنت لأنه زيدنا هناك 2 سنت. طيب هقرب على كده، ده هو. طيب هاجي قلنا لاين وطبقة جديدة، وأجي من هنا أزيد 8 سنت، 0.08، إنتر، وأمشي كده أو كده أي حاجة. ورايت كليك انتر، بعدين امسح الخضة. اذا الخضة لازم امده لهنا. طيب هقوم اشيل الخضة كده وامده لحد هنا. طيب وبعديها هعمل شنو؟ هاجي بامر اكستند، افعل الخضة كده، اسلك عليه ليفت كليك، واجي عفوا قلنا اكستند الخضة، ليفت كليك عليه، بعدين رايت كليك، بعدين اجي احدد الخطوط الناقصة دي عشان تبقى، قلنا دي هي الزيادة بتاعت العشرة سنت. ليفت كليك بس لحد ما ارفع الخطوط كلها. رايت كليك انتر. طيب خلاص ديليت. طيب بالنسبة للركوب خليه زي ما هو، ما فارق الـ10 سنت بتفرق معاه، فزيادة الخير خيرين يعني، ما في مشكلة، خلي الركوب زي ما هو. إذا كده حافظنا على إنه، لاحظ معي، قلنا السيخ الجديد ده هيكون هو كم؟ برضو 10 متر، مفروض كده 10 متر، ولاحظ الـ10 متر برضو يقفز وين؟ في منطقة البي والسي الوسطية، بين البي والبي والأي والأي. طيب كده انا عملت شنو؟ عملت كل التسليح الدايره. طيب حاجي اعمل حاجة تانية، ده كله هسلكه واعمله بطبقة جديدة لان هو ماله طول واحد. هيا اسلك الخطوط دي كلها. لحد هنا سلك على ودير برضو الوصلات،
هي الوسط. طيب كده حددت الوصلات، لو عايز ممكن احدد معاهم النقاط دي برضو، الخطوط دي من اي حاجة وهمية عشان تبين لي انه في ركوب، لكن برضو ممكن احددها. نحدد تمام لحد هنا بس، بعدين اجي اعمل جروب انتر. يلا ديل اديهم طبقة جديدة من هنا بلون مختلف اللي هو ده مثلا. طيب تاني عندي شنو؟ عندي ده ممكن دير كلهم كده برضو احددهم. قلنا ديل الدينام اصلا هي شنو؟ اصلا احنا مدينا لون مختلف. طيب في حاجة تانية، ديل برضو ديل هنا برضو الداخلين في العمود تمام. السيخة دي نلاحظ لا طالع برا العمود او البيم، حاجة مسافة بيناتهم بسيطة، حاجة عادلة ولا حركة من هنا لهنا. طيب مفترض السيخ ده كله من هنا لحد هنا الداخل في البيم ده يصل لحد وين؟ يصل لحد الكفر الأربعة، 4 سنتي، يصل لحد الكفر بتاع 4 سنتي. في الحالة دي هقوم أعمل extend وأحدد الكفر بتاع 4 سنتي ورايت كليك وأجي أحدد الخطوط دي. طيب أو ممكن أحدد كل خط على حدة كده. وأجي أرفع النقطة بس لهنا. لأن السيخ ده هيكون برضو طوله مختلف. ديل هما السيخ ده، وهنا برضو يكون مع الكفر 4 سنت لأن في برضو في بي بي جاي. تمام اذا لازم اديهم برضو طبقة مختلفة، ممكن نديهم مثلا طبقة مثلا بلون ابيض او باللون ده. تمام اذا الديل طوله مختلف ليه؟ لانه في قنش من هنا وفي قنش من هنا وهو واصل للاربعة سنت فقط، الكبرت على 4 سنت. تمام تاني باقي لي ياتو باقي لي السيخ ده الداخل في البيم ده، نشوف نهاية البيم وين. لا ماشي، قلنا الأبيض ده هو التقسيمات، خط التقسيمات، شيل الصيغة جنبه. طيب هسلك لحد وين؟ لحد ما أشوف آخر صيغة جنب العمود. طيب عين الصيغة وقفت جنب العمود ما في مشكلة، هاخدها مع العمود من برا هنا كده ما فارقة معي. يلا هبدأ بعدها حدد ده الصيغ طوله براو. ليه طوله براو؟ لأنه داخل في البيم هيكون فيه 10 سنت عبارة عن قنشة. حددها مع السيخة دي، حدد ديل هنا رو ديل هنا القنشة باتجاه واحد فقط تمام. من الجهة دي واصل لحد